شباب مدينة بنغازي قد خرجنا للمطالبة بحقوقنا الطبيعية وتحقيقا للعدالة الاجتماعية التي سقط في سبيل تحقيقها آلاف الشهداء منذ عشر سنوات. وكعادة شباب مدينة بنغازي الخروج دوما عند شعورهم بالظلم الواضح وفي ظل الغياب التام لكافة مؤسسات الدولة وأبنائها المرموقين عليه وتحقيقا لطموح الشباب وثأرا لشهدائنا لا نمتلك الا طلب وثأرا لشهدائنا لا نمتلك الا طلب وحيد وهو سقوط جميع اسهام الدولة التي عجزت عن خدمة المواطنين. شباب مدينة بنغازي.